شكرا جزيلا، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. فعلا سياسة شباب كما قلنا بالنسبة للاستراتيجية هي سياسة أفقية تهم مختلف جوانب الحياة ديال المواطن، وبالتالي هي كتندمج في جميع القطاعات، ولكن في كل حاجة راه كاين شي حاجة دارت، كاين النقص، ولكن اليوم خصنا، ولكن ماشي نقولوا حتى حاجة ما دار بعض إيجابية، ولكن التحدي يزداد مع مرور الوقت، لأن هاد الساكنة ديال 15-34 سنة العدد ديالها كيزيد، بمعنى أنه عدد الأطفال هنا بصولي من العدد الإجمالي، التحدي اللي كانت عليه الحكومة السابقة اللي كانت تحدي أمام أكبر من الحكومة السابقة جال الشباب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مستقبل، هذه استفادة 5 مليون الأساسي ولتكون هي المستمر السنين الجاية، ووصول هذا الشيء سيتم إحداث أكثر من 120 مدرسة جديدة في مختلف المناطق المغرب، ضمنها 120 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بمعدل 24 مؤسسة سنويا، وهذا واحد التطور مهم، وغادي تكون فيها تخصصات جديدة كتنسجم مع القطاعات الجديدة الواعدة، وهذا الشيء فيه ديناميكية، بمعنى كل مرحلة كتعاود تاني كتتم دراسة عاود تخرج فيها، مهم جدا مرتبطة به مدة الجاب، هو واحد التكوين الاندماج في الشغل فيه عالية جدا، كتتراوح في المتوسط 75% خرج سوريا اللي تكون القطاع التكوين المهني، ولدفع الشباب يمشيو تكون اللي دوا على إشكالية الاندماج بالنسبة للشباب يقرب من شاب أو طفل، طفل أو شاب كيخرجوا من التعليم. صور هاد يعني واحد عدد كبير، وهو كشكل تحدي وبالتالي سياسة خاصة إلى تكييف وإلى تطوير، وهي اللي كتصعب اندماج سوق الشغل. الحمد لله أن الثاني كبير منهم، جزء كبير منهم كيندمجوا في التكوين المهني بعد ذلك كياخذهم كيكون، ولكن نحتاج إلى أن نبذل جهود جديدة. اللي قلنا منذ قليل غادي تخرج بعد أسبوعين تقريبا نخرجوا هذه الاستراتيجية، ما غادي نطولوش فيها أو ما أمكن، ونسرعوا الشباب بإذن الله وفق رئيس هذا